خريجو المعاهد النفطية يتظاهرون أمام وزارة النفط للمطالبة بتنفيذ قرار التعيين المركزي. الحراس الأمنيين في وزارة الداخلية يطالبون بتحويلهم إلى وزارة النفط كونهم يعملون في المقرات النفطية وأوامرهم الإدارية الصادرة من الوزارة. متقدمون على قروض السكن في ديالى يطالبون بتسهيل معاملاتهم المتأخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مباشرة عبر شاشة الفرات الفضائية صوت عراقي وعلى منصات التواصل الاجتماعي اللي راح تظهر أمامكم على الشاشة، وتتواصلون دائما مع البرنامج من خلال الرقم اللي يظهر بالأسفل. خريجو المعاهد النفطية، احنا تناولنا قضيتهم كثيرا في برنامج صوت عراقي، وكانت عندهم تظاهرات أيضا غطينا أكثرها في البرنامج. فهذه الشريحة المفروض تعيينهم يكون مركزي، لأنه الوزارة تحتاجهم، الشركات النفطية العراقية تحتاجهم أيضا، فتعيينهم مركزي هذا الكل، يعني هذا الشيء معروف من فترة. القرار ما منفذ، فكانت عندهم وقفات كثيرة في المرات السابقة، وأيضا اليوم كانت عندهم وقفة أمام وزارة النفط. هذه الصور اللي هي أمامكم على الشاشة، واحنا ايضا يعني عندنا بعض الفيديوهات اللي وصلتنا من الشباب هناك من الاخوه. لا، كاميرا الفرات طلعت اليوم وغطت تظاهراتهم بينما تكمل ان شاء الله راح يعرض في او تعرض في البرنامج. احنا عندنا من بغداد مباشره محمد جساس، احد خريجي المعاهد النفطيه. محمد اهلا بك. اهلا بك استاذ محمد. أنت خريج أي سنة؟ خريج 21، بعد دفعة 20 طبعاً. بادي الأمر احنا نشكركم تغطية موضوعنا ومظلوميتنا المستمرة منذ سنتين لأكثر من مرة، واليوم نزلت ويانا للشارع وشفت احتجاجنا شلون كان، وما كان فقط كخريجين، اليوم ظهرت ويانا واحتجت ويانا الطلبة كذلك، لأنه يقول لك أنا مستقبلي ما عاد واضح مثل ما كان، مستقبل ضبابي. شاف التعسف والقرارات اللي اتخذت بحق معاهد النفط ياسا كان كلها مجهوله، ما عرفنا احنا شنو حقنا، شنو اللي لنا، شنو اللي علينا، كله الكل يعرف انه موضوع معاهد النفط هو من تعيين مركزي، ما نعرف احنا شنو قرارات الدوله اللي هسه كانت حجتها كلها يكون الموازنه. صدرت موازنه 21 اللي المفترض تتعين عليها دفعه 20. نصت الموازنه عدم وجود تعيينات ما عدا الوزارات او الشركات المموله ذاتيا والتي لم تستلم قرضا من المصارف الحكوميه ولم تستلم ميزانيتها من الميزانيه المركزيه للدوله. نعم. لكن يعني لا ينطبق على هذا وزاره النفط، وزاره النفط هي وزاره رابحه، هي اللي تمول موازنه العراق، تمول كل الوزارات البقيه، ما ينطبق عليها هذا الشرط، فتكون مستثنات من عدم التعيين. يعني تعيين مركزي. تعيين مركزي يعني من سنه 73 أول دفعة تخرجت إلى سنة 2019 آخر دفعة تعينت، كل دفعات تعينها مركزي، مشت بكل سلاسة، كانت موجودة موازنة أو ما موجودة، احنا داخل الموازنة التشغيلية لوزارة النفط، لأن نعم. احنا مثل ما تعرفون والكل يعرف، احنا طلبنا يكون حاجة الشركات. نعم. اليوم الشركة تقدم برنامجها، شنو برنامجها؟ أنا سنة 22 أقبل أريد حلقد عدد طلاب من نعم. شتى محافظات العراق حسب حاجة الشركات، بعد سنتين من يتخرج أنا راح أحتاج، إن كان على الحذف والاستحداث أو إن كان عن طريق الاستمارة تكون المركزية، فما يكون عندنا فائض ولا يكون عندنا مثلا عدد قليل، حسب حاجتها خطة موضعة مسبقا وبكتاب تروح وزارة النفط إلى الشركات. نعم. تطلب منها أنه شنو حاجة الشركة هذه أو خلال المحافظات تزودها بالحاجة. طيب يعني هسه لحد هسه كم دوره ما متعينين؟ حاليا اثنين والثالثه على الطريق. 19 20 و 20 21. زين شنو السبب؟ يعني ما اعرف هسه هم لحد الان ما ثابتين على عله واحده. السبب يقول انه الموازنه انا ما تسمح لي او ما اكون نص قانوني. لكن احنا شفنا هذا الشيء يختلف ببقيه الوزارات،
وزارة الاتصالات انه اطلقت تعيينات الاتصالات، وكان موضوع التعيين هو تعيين وليس استثناء. كذلك الموانئ، كذلك بمحد الخليج، كلها انطلقت تعييناته ما عدا وزارة النفط لم تطلق. كان حجة انه ما يكون نص قانوني، لكن هاي الوزارات انه مشت على نفس القانون الموجود بالموازنة. زين، هو شلون نص قانوني وهو اصلا يعني قضية التعيين هي مركزية؟ هي مركزية، يعني يقول انه مو مثل وزارة الصحة عندها سند بال 2006 قانون رقم 6 2000 قانون رقم 6 لسنة 2000. لكن يعني احنا تعييننا مركزي، ما تابعين مثلا لوزارة التعليم العالي تكون بعدها تبحث خطة جديدة من غير وزارة. يعني موازنة تشغيلية، يعني اعدادنا قليلة، حاج الشركات لا يزيد عنها ولا ينقص عنها، تعيننا مركزي ماشي. فشمرونا بخانة الموازنة، أنا الموازنة المفروض خارجين عنها. بالموازنة الدفعة القبلنا دفعة العشرين رفع بهم كتاب أنه تضمينهم صفة تعيين أو عقود. وهذا أول كتاب أنه يخرج شيء بمعاهد النفط، أنه إذا ما عينك ملك راح أعينك عقد. لكن هذا الشيء احنا ما شفناه بالدفعات القبلنا، ولحد الان ماكو فد شيء ضمان انه تعيينهم ملاك او عقد. هذا اشوف انا اسفاف بحقوقهم واسفاف انه بقدراتهم كخريجين معدلات عاليه. خلال هاي الثلاث سنوات المعدلات ما قلت عن 95. كل المعدلات حاليا السنه اللي انقبلت المرحله الاولى اقل معدل بيهم 97. الكل تركت اسنان، الصيدله، الطبيه، ترك انه ما يستطيع انه يتحمل تكاليف 5 سنوات أو 6 من الدراسه، واختار الطريق المختصر عن طريق وزارة النفط بواسطة معهد النفط. حاليا احنا تفاجأنا انه بعد ما احنا درسنا تعبنا على روحنا، وبظرف كورونا اللي كل الكليات توقف بها الدوام وكان الكتروني، كنا احنا الوحيدين اللي كان دوامنا حضوري وامتحاناتنا حضورية، واتممنا كل الوسائل العلمية والعملية داخل معهد النفط، وخرجنا احنا بطاقة علمية ما حد قدر مثلا بهاي خلال هاي السنتين بسبب وضع كورونا انه يطلع بشيء علمي ملموس، الا احنا قدرنا نكمل. كانت دراستنا حضوريه وتحملنا وجاهدنا عن انه ظل هذا الوباء وظل الامراض والظرف الصعب يعني للبلد بهذا الوقت، قدرنا نكمل وتحملنا قرارات وزاره النفط انه كنا الوحيدين اللي احنا نداوم. معناها اعدادكم صارت هوايه. اعدادنا 2515. كل الدورات اللي ما متعينين 19 20 21 2515، واسمانا موزع على الشركات. مجرد ولحد الان ماكو فد بصيص امل انه تتعينون قبل تجي الدوره الثالثه اللي ما متعينين؟ ما اعرف يعني هسه اليوم احنا كانت احتجاجاتنا ما موزعت. اليوم شنو اللي صار؟ اليوم اللي صار احتجينا ما وزاره النفط، يعني احنا اللي نريد نشوف وزير النفط لحد الان لم يستقبل اي ناب. رفعنا الى اكثر من عشرات الكتب اللي طالب بيان من يمه وطالب بتوضيح، لحد الان ما اجانا ولا جواب. الكل يعني صبرها نفذ. شنو حقنا؟ شنو اللي ما احسن؟ لا مطيني مثلا كلمه يقول لي انه انت على هذا الاساس انا ما اقدر اعينك، واكون انا مرتاح وراجع لاهلي واشوف لي شغله اشتغلها، يعني افضل ما اكون انا منتظر التعيين. لا قل لي انه لا انت راح تتعين ومطين حقي بالتعيين. خرجنا اليوم، وللاسف انه دخلوا ويانا اليوم للعلم يعني 4 نواب، داود عيدان وست نيسان الزاير، وكذلك محمد نوري وكاظم الفياض، عن كتله امتداد دخلوا ويانا للوزاره. انه كان كلامهم انه الوزير ما موجود، وان كان موجود لازم يقدمون طلب للقاء بالوزير. والوزير نيسان الزاير قدمت له خلال شهرين ما اجاه جواب باللقاء. يعني كنواب انه ما يستطيعون اللقاء بالوزير، ما احنا كممثلين لحد الان ما قدرنا انه نعرف شنو اللي السبب اللي خلانا ليه هسه احنا متاخرين. زين، انتم هاي تظاهراتكم صارت لها شقد متواصله؟ احنا هاي حاليا هاي المره تقريبا السابعه او السادسه اللي نطلع بيها. وللاسف نواجه انه فد موجه من الرفض من خلال القوة الحامية للوزارة. يعني الوزارة ما صار عندكم تواصل ابدا؟ ما صار عندكم تواصل وياهم؟ الوزير ما اكثر 3 مرات التقوا به الدفعة قبلنا دفعة العشرين. كان كلام انه قبل الانتخابات قال ان شاء الله قبل الانتخابات انا اصدر بكم امر وزاري ويكون مباشرتكم على الموازنة. فاجت الانتخابات وخلصت الانتخابات وما شفنا هذا الشيء، وشهر 11 طانا موعد كذلك وما شفنا هذا الشيء. كانت يعني اكثر من 3 وعود ما قدرنا نحصل منها اي نتيجه. فصارت انه مثل المساومه، اذا تريد عينك اجر هسه عينك اجر، او عقد
كيفك بس ليش انا عندي حق بتاعي انا هذا حقي يعني انا ليش انه اساوم على حقي او اتنازل عنه ما ارضى بالقليل لا هذا حقي يعني انا تعبت على روحي معدلي وحالي حال القبلي يعني ما كانت اكو تطمينات نهائيا من الوزاره لا ابدا والعمل بنظام القبول المركزي ابدا او تعيد المركزي ابدا يعني شفنا شيء عكس اللي كان معمول به زين بالنسبه للشركات الاجنبيه ما تقبلون يعني تم طرح هذا الموضوع اعتقد قلت انه تم طرح موضوع الاجور لكن كعقود وبعدين تحويلكم على الملاك الدائم العقد يعني هو اللي معروف هسه حاليا 5 سنوات او اكثر يلا يتحول الى الملاك يعني كل هاي انه تفقد الحوافز تفقد هواي امور يعني تعرفون احنا ملاك ليش انا اقبل بالعقد كذلك هسه حاليا انا وثيقتي داخل معهد النفط مستحيل يعطيني اياها ابو معهد النفط لان انا متعاقد وياي انه راح اتعين داخل الشركات النفطيه المحليه مو شركات اجنبيه لذلك ما اقدر اروح لاي مكان الوثيقه مالتي ما اشتغل بيها بغير وزاره النفط وبالشركات التابعه لوزاره النفط يعني لا مثلا المطين الحريتي اذا يقول لي انا مالك تعين اقدر اخذ وثيقتي وين ما اكون اروح اشوف لي مكان كعقد ويا شركه اجنبيه او غيرها وله اللي حاليا مطيني انا حق بتعييني. زين اليوم تظاهراتكم في بغداد فقط؟ في بغداد فقط. وسابقا؟ سابقا احنا طلعنا امام شركه نفط البصره وشركه نفط ميسان وكذلك عززت كتبها السابقه ورفعت كتاب الى وزاره النفط تطلب به حاجتها من معاهد النفط كون يعني عندها درجات حذف واستحداث وهي محتاجه الكوادر الوسطيه. ولكن هم كذلك وزارة النفط لم تجب على هذه الكتب اليوم احنا قررنا نخرج ببغداد كالسابقات من هاي المظاهرة هم كذلك انه ما حصلنا شيء يعني تعبنا الطلاب انه قاعد الخريجين تجي من البصرة من الموصل كلها اليوم التمت عارف شغله يعني على مود يداعب حقه ولذلك احنا الحق ما لقينا موجود بس هذه التظاهرة خصوصا تظاهرة اليوم أيضا شملت المحافظات شملت كل المحافظات كل الخريجين كل الخريجين اليوم اجت هنا لتدعم حقوقها وكذلك مثل ما قلت يعني بسبب كلامي أنه حتى الطلاب اليوم خرجت وياي بسبب أنه مستقبل المجهول يعني كلها انكسر وهسه لا بدراسة ولا بغير دراسة يقول أنا شنو ذنبي إلا إذا قبلي دفعتين ما متعينة يعني هذا مشكلة والثالثة على الأبواب يعني ما بعد لها كم شهر شهر السادس هو يكون الفاينل مالته وهم كذلك التحق وراح تتراكم الدفعات رغم أنه ما توقف التعيينات معهد النفط فقط في الاحتلال العراقي من 2003 إلى 2008 وبعد ما تكونت عندنا دولة وسيادة واستلم حكم جديد بالعراق تعينت 5 دفعات سوية يعني أنه ما 2003 تقصد من 2003 إلى 2008 هنا توقفت فقط كان الاحتلال الامريكي للعراق زين هو هذه الدفعات اللي قبلكم خصوصا هذه الازمه اللي كانت اكو ازمه اقتصاديه سنوات تقشف وكان اكو انخفاض في اسعار النفط ما ايضا تاخروا ما اثرت ابدا ابدا كان انه يتخرج الدفعات القبل انه يتخرج بشهر 11 اعلانه كخريج تتوزع على اسماء الشركات الشهر الثالث صادر امر وزاري يعني المده اللي يتوقف فيها وينتظر بها تعيين فقط 3 أشهر أو 4 ما تزيد عن هذا الوقت ابدا الا احنا يعني حاليا تقريبا سنتين المرحله اللي قبلنا واحنا كذلك شيء شوف وضعيتنا كلها مجهوله. زين حاب توجه رساله او مناشده؟ مناشدتي الى رئاسه الوزراء. زين انا هسه راح اقطع كلامك معذره راح تبقى وياي فقط نتابع الرساله اللي كانت اليوم كان صوت عراقي وكاميرا الصوت عراقي وكاميرا فرات متواجدة بتظاهرات خريجي النفط.
عادي النفط اليوم دفعة 2020 2021 كذلك طلبت المعاهد النفطية أعلنوا إضراب عام ثورة اليوم بالعراق كله ثورة بالمعاهد النفطية أربع معاهد في العراق لا أمن بها مسائي ولا أهلي ولا موازي ولا دراسة خارجية أنا حكومة معاهد حكومية تقبل معدلات فوق 95 معدلات تجاوزت الطبية يعني الطالب مقبول طبية لأن ما عنده إمكانية يروح تارك للصيدلة مرحلة ثانية ما عندي ملابس ما عندي اشتري ملابس ما عندي اشتري ما أقدر أدخل صيدلة أصير مهزلة ما أقدر أدخل طب أسنان أضحيكم معدل على مش شنو على متعين خريج المعاهد النفط كل يعرف بالعراق كلهم المسؤولين يعرفون وكلهم يدرون وصاعد ترند أربع مرات وبالإعلام صاعد وكلام الوزير صاعد كلها تدري أنا معاهد النفط تنقبل على أساس هذه الشركات شلون طريقة هاي تجتمع من دراسة الشركات النفطية بداية كل عام دراسي توضع خطة إلى ما بعد سنتين على أساس شنو على أساس درجات الحذف والاستعداد درجات الحذف والاستعداد الوزير ما محترف به ما يرد عيني أنا بالعشرين المفروض متخرج بالعشرين درجاتي بالواحد وعشرين أرجع لك محمد إذا حاب توجه رسالة تفضل أوجه رسالتي إلى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وإلى وزير النفط المعني بالأمر الأستاذ حسين عبد الجبار يعني أنه لازم يبينون أنه حقنا وكيفية أنه نحصل على حقنا لأنه من المستحيل أنه نقبل بشيء أقل من الملاك وهذا يعني أنا ما أطالب بشيء معجزة أو أطالب بشيء مؤلي إن كان هذا المطلب باطل فأنتم ردوني عن مطلبي هذا وإن كان هذا مطلبي حق فأعطوني حقي يعني هذا فقط أنه ما أسولف كخريجين اليوم كل خريج بعد عائلة أنه ينتظرون أنه شو وقت أنه يتعين حتى يكون سند لهم شو وقت أنه يعوض تعبهم يعني هذا 2515 عائلة بعد أنه واقفة كلها على قرار وزير النفط والتوقيع من يمه فقط طيب محمد أني أشكرك لا أنا أشكركم ست يعني بالعكس هذا واجبنا وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا لكم وقناتكم ومرة ثانية أشكركم وأشكر أنه سعى صدركم اللي تحملتونا بها واليوم نزلتوا أنا للشارع هذا واجب فجزيل الشكر لكم الله يسلمك محمد أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الدرس أهلا وسهلا الآن المناشدة راح خلينا نعرض المقطع بعدين نرجع نعلق أحسن يلا العمشاني هذه مو مناشدة هذه ظاهرة وظاهرة مستفزة بشكل ومع كل الأسف ما يصير إلها أي حل رغم كل المناشدات اللي يطلقها الناس ورغم الضحايا اللي فقدوا حياتهم أو انجرحوا بسبب هذه التصرفات الخارجة عن القانون واللي ما تراعي لا شرع ولا عرف ولا حتى إنسانية يعني الغاية من هذا شنو من أنت سحبت المسدس ورميت بهذه الطريقة اللي استفاديتها شنو شجاعة لو أنت شنو ببالك أو شنو اللي تسر أنت في بالك أو ضايج أو تفرغ طاقتك السلبية أو هي مصدر للترفيه القضية مو مقبولة نهائيا وإحنا ندعو الجهات الأمنية إلى تجديد على هذه الممارسات المدانة واللي تأثر على السلم وحياة الناس مناشدة عبر الهاتف سلام عليكم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله طبعا انا اشكركم لاتاحه الفرصه ان حتى نوضح يعني بما يتعلق بدائره مهمه في احدى دوائر وزاره العدل يعني راح يكون هو كلام وان كان على عجاله لكن راح اوضح قدر الامكان يعني وزاره العدل وما ضمن دوائر مهمه تفقد الدوله باموال عراقيه مهمه نعم على الرسوم المستحصله من المواطنين هذا اولا يعني وزاره العدل هي ضمن دوائر الكاتب العدل والقاصرين والتسجيل العقاري وزاره السجون الاصلاحيه نعم يعني احنا بعيدا عن السجون الاصلاحيه كدائره تنفيذ التسجيل العقاري وكاتب العدل ورعايه القاصرين يعني تاتي خدمات مهمه للمواطنين يوميا مئات المراجعين يراجعون هذه الدوائر الرسميه ايضا رسوم كثيره تستحضر من المواطنين عن طريق الخدمات التي تقدم للمواطنين وبالتالي هي تذهب الى الدوله. هذه الاموال التي تذهب الى الدوله العراقيه لا نعرف
إن كانت هناك مكافآت تصرف لا توجد مكافآت، إن كانت حوافز لا تصرف حوافز، إن كانت أيضا حتى إن كانت قرطاسية أو ما يحتاجه الموظفين أيضا لا تصرف بهذه الطريقة. أتحدث بما يتعلق بدائرة التنفيذ وأطلب هذه المناشدة عبر قناة الفرات، وهي طبعا أوجه لها شكر كأول قناة عراقية يعني تتيح الفرصة لموظفي دائرة التنفيذ بالتحدث عن أنفسهم أولا وبطرح مشكلتهم من خلال شاشتهم. دائرة التنفيذ قبل أشهر تم منحهم أو صرف لهم حوافز عن طريق أموال تستحصل من المواطنين أيضا لا تتعلق بالرسوم. يعني أتمنى هذه تكون حلقة خاصة بهذا الموضوع. هذه الحوافز تصرف للموظفين عن طريق أموال تستحصل من المواطنين ليس لها علاقة تماما بالرسوم الخاصة بالحكومة العراقية. وبالتالي فوجئ الموظفين قبل أيام بقطع هذه الحوافز التي هي وإن كانت مبالغ قليلة جدا لكنه تعينهم على مواجهة صعوبة الحياة الاقتصادية وغلاء المعيشة. طبعا بالأضافة لهذا رواتب متدنية جدا مقارنة بالأعمال والخدمات التي يقدمونها للمواطنين. مناشدتنا عبر قناة الفرات أولا باللقاء مع مدير عام التنفيذ ليوضح عمل التنفيذ على مستوى العراق ودوائر التنفيذ وما تقدمه للمواطنين. ثانيا بيان خطورة الموظفين في هذه الدائرة الرسمية، يعني أي قرار يصدر من القاضي المختص على دائرة التنفيذ أن تنفذ هذا القرار وبدون حماية. يعني لا توجد هناك مخصصات خطورة كما يتمتع بها موظف المحكمة، لا توجد هناك حماية للموظف التنفيذ عندما يكون هو موظف المحاسب أو الموظف القانوني في دائرة التنفيذ هو حكم ما بين مختصين اثنين. وبالتالي يعني القرار الذي يصدر من القاضي يصدر لمرة واحدة، وبالتالي هذا المراجع مع خصمه يكون على قلب الموظف في دائرة التنفيذ لسنوات عديدة حتى ينتهي الدين فيما بينهم أو ينتهي الخصام فيما بينهم. أتمنى من قناة الفرات أولا أن تكون حلقة خاصة وستشكر على هذه الجهود، حلقة خاصة تعريفية بالدوائر العدلية بما تقدمه للمواطنين بحجم الرواتب القليلة جدا التي لا تضاهي ولا توازي ما يقدمه للمواطنين الكثير. وكثير نسمع أن هناك ترف الوظيفي في دوائر الدولة، لكن في دوائر وزارة العدل لا يوجد ترف الوظيفي، يوجد نقص وظيفي شديد جدا. نحتاج صديقين سيدتي العزيزة، نحتاج في كل دائرة إلى أستاذ كادر جديد حتى تفتح دائرة جديدة وتستطيع أن تستقبل المواطنين والمراجعين والزخم اليوم الكبير على هذه الدوائر. يعني كان كلامي على عجالة، لكن ملخص كلامي هو من خلال شاشتكم أريد مناشدة للمعنيين والمختصين في وزارة المالية وأيضا ما يعنيهم الأمر في الحكومة العراقية أن لا تقطع حوافز موظفي إدارة التنفيذ لأنها مبالغ زهيدة جدا، ولا تستقطع من الرسوم التي تستحصل من المواطنين والتي تذهب للحكومة العراقية. وهذه المبالغ الزهيدة المبالغ القليلة اللي يتمتع بها الموظفين كحوافز تعينهم على مواجهة الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة. أتمنى أن تكون رسالتي قد وصلت، وأتمنى من قناة الفرات متابعة الموضوع بشكل جدي، على الأقل لقاء مع وزير العدل ووزير المالية ومدير عام التنفيذ ليوضحون عمل هذه الدائرة والصعوبات التي تلاقيها وحجم الخطورة التي يعني بالرغم منها يزاول الموظفين عملهم، وبالتالي أنه زخم المراجعين هو لا ينتهي، بالعكس المشاكل العراقية كثيرة ويوميا تزداد. ويعني لا أريد أدخل في صلب عمل التنفيذ بقدر ما يعني أناشد من خلال شاشتكم أن تكون مناشدتنا لها استجابة من قبل المعنيين. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا. هل نديالة مواطنين متقدمين على قروض الإسكان ومعاملاتهم متأخرة ولم تنجز لحد الآن، راح نتابع مناشدتهم عبر كاميرا الفرات. المحافظة الوحيدة متأخرة معاملاتنا، احنا داخلين كل جروبات هاي مال المحافظات، المحافظة الوحيدة اللي طبعا هي المبادرة تخصيص مالي وكل شخص يقدم على هاي المبادرة، لكن من نجي للمصرف صراحة نأيس من المعاملة نأيس، لكن اذا نجي على المعقب والمحامي لا تسهل الامور بسرعة. نحكيها بكل صراحة، إذا ما تنطي فلوس المعاملة ما تمشي، بينما هي شغلة أصولية ورسمية ما عندنا أي مشكلة. والله العظيم أنا منطي المحامي وراحت، منطيت المعقب وراحت، معقبين معروفين، تجي المديرة تقول لا تنطون، نجي نمشيها رسمية ما تمشي أنا رسمية. أبسط شيء هاي مال التقييم، هاي مال التقييم يعني دمرتنا حيل. وليش هو أكو قطعة هسة بيت أصلا بيتي الماخذة 220 متر ركن مقيمي لي 40 وأهل البيت ماخذة 85 وموقع مسوي مكاتبة. زين هو تعرف هاي المبادرة من انفتحت العقارات كلها صعدت بدياله، صعدة يعني كل مكانات صعدت، واكو مناطق بيوت تعبانة مقيميها كلها بمية وبتسعين، هاي 100% هذا تلقاه وين هذا ماخذ 100 ماخذ 90. هسه احنا ما نريد، اكو ناس زاين وغير غايات على مود القروض وهاي السؤال، لكن احنا ما عندنا بيوت، اكثرنا ناس فقراء وتعبانين وناس موظفين، ما اتجهنا لهذا الموضوع غايتنا انه نخلص من شغلة الايجار وهاي. احنا فارق
شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.